السلام عليكم. الجشع والطمع والرغبة في الاستئثار بالثروات والخيرات، الاستهلاك المفرط للأغذية في المجتمعات الغنية التي لا تلقي بالاً لمعاناة ملايين الفقراء في العالم، أسباب مختلفة ومتعددة لهدر الأغذية في جميع أنحاء العالم. دول تلقي بالفائض لديها من الحبوب والمنتجات الزراعية في مياه المحيط بكميات كبيرة، وأخرى تقتل الطيور والماشية لرفع قيمتها أو استخدامها كوسيلة ضغط سياسية أو لحرمان الدول المحتاجة منها، إلا إذا قايضتها بالنفط أو الغاز أو الذهب أو أي سلعة أخرى يستفاد منها. السلطات الأسترالية تعدم أكثر من 10,000 جمل بحجة شكاوى السكان من توغل قطعان الجمال في أراضيهم واستهلاك الكثير من المياه، بما يؤدي إلى زيادة الجفاف، في حين كان بالإمكان إبرام صفقات لتصدير هذه الإبل أو لمنحها للدول الفقيرة بدلاً من قتلها ودفنها. مزارعون في بعض الدول يقومون بإتلاف مئات الأطنان من المحاصيل الزراعية احتجاجاً على انخفاض أسعارها. وفي دول الاتحاد الأوروبي مربو الماشية يسكبون ملايين اللترات من الحليب على الأرض احتجاجاً على انخفاض الأسعار وخفض الدعم المقدم لهم. عدد من النباتيين ونشطاء حقوق الحيوان يسكبون الحليب على الأرض في وسط لندن للتوعية بحقوق الحيوان وتحول الناس إلى أسلوب غذائي نباتي صديق للبيئة. وصل السفه منقطع النظير في عدد من دول الوفرة إلى هدر الأغذية بشكل ممنهج، بل وفي أجواء احتفالية، مهرجانات للتراشق بالطماطم والبرتقال والبطيخ والبيض والطحين تقام سنوياً، ويقوم المشاركون فيها بإهدار ملايين الأطنان من الأغذية. أما قيمة الطعام المهدر عالمياً بسبب العادات الخاطئة في الاستهلاك الغذائي على موائد الأسر في البيوت والمطاعم وحفلات الزواج والمناسبات المبنية على التنافس في التباهي والتفاخر والتظاهر فقد بلغ حداً مأساوياً. أصبحت ظاهرة تكدس الأغذية في القمامة تطل على جميع المجتمعات العربية والعالمية بشكل مخيف، وليس أدل على ذلك من إعلان منظمة الغذاء العالمي في أحدث تقاريرها إن 30% من الإنتاج العالمي من الأطعمة، أي نحو 1,300,000,000 طن من الغذاء، يهدر سنوياً، وهي كمية تكفي لإطعام كافة الجوع عبر العالم. لكن العالم يبدو كحال من دخل جنته وظن أنها لن تبيد أبداً. نتاج مجموعة من الأزمات المتتالية أصبح شبح نقص الإمدادات للغذاء يخيم على أغلب دول العالم، والأمم المتحدة تحذر من خطر المجاعة. بعد أزمة التغيرات المناخية التي تؤثر على الزراعة وتدفع بالملايين في كافة أنحاء العالم إلى حافة الهوية والجوع الحاد، جاءت جائحة كورونا لتفرض القيود وتعطل الأسواق وتؤجج ارتفاع أسعار الغذاء ونقصه. واليوم تعصف الحرب الروسية الأوكرانية بأسواق الحبوب الأساسية وزيوت الطعام، وتقترب أسعار الغذاء العالمية من مستويات قياسية غير مسبوقة. روسيا أكبر منتج للأسمدة في العالم، توفر مع أوكرانيا نحو 30% من القمح والشعير في العالم وخمس الذرة وأكثر من نصف زيت عباد الشمس. ومع استمرار الصراع في أوكرانيا نظرت بعض الدول إلى الهند التي تمتلك حوالي 10% من احتياطيات الحبوب في العالم وثاني أكبر منتج للقمح عالميا. ولكن يدلهي، حظرت صادرات القمح إلى الخارج خوفا من تعرض أمنها الغذائي للخطر، ومن المتوقع أن يتبعها العديد من كبريات الدول المنتجة لحفظ أمن وطنها الغذائي. وضع متأزم وصلت معه الفاتورة العالمية للواردات الغذائية لرقم قياسي جديد قدره 1.8 تريليون دولار في 2022. وحسب تصريحات منظمة الأغذية والزراعة الفاو، تعود هذه الزيادة إلى قلة كمية الواردات من الغذاء، وتتوقع المنظمة أن الدول المستوردة ستجد صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الخاصة بالغذاء تدريجياً، مما يؤثر على قدرتها في الصمود والانهيار في مرحلة ما أمام ارتفاع الأسعار. مخاوف للأسف أصبحت واقعاً. نحن كعرب نستورد نصف حاجتنا من الطعام من الخارج، كأكبر منطقة في العالم مستوردة للغذاء ولكافة أنواع السلع الغذائية. في ظل هذا الخوف من تأزم متصاعد على مستوى الأمن الغذائي العالمي، وثمت مخاوف من أن يستخدم الغذاء كسلاح في الأيام المقبلة، لم تعد أهمية وقيمة الاهتمام بالأمن الغذائي العربي مجرد أماني أو موضوع للنقاش، وإنما صار أمراً واجباً أن يتم التركيز عليه وعلى سلاسل الإمدادات الغذائية. أزمة الأسعار الآن تجتاح أوروبا ودول العالم أجمع،
طوابير جوع في إسبانيا، إطفاء الأضواء في فرنسا لتقليل استهلاك الطاقة، وفي ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا خرجت مظاهرات ضخمة احتجاجاً على غلاء المعيشة، واحتجاجات في دول أوروبية مختلفة، والسبب أزمة ارتفاع الأسعار الغذاء الخانقة. نحن جميعاً في مركب واحد، وعلى المسرفين والمبالغين أن يعلموا أن العاقبة وخيمة. السكين قد بلغت العظم، والجميع مسؤولون، ولا أحد يخرج عن الإجماع ضد هذا التحدي المستقبلي. اليوم صار بيناً أن الجميع دول وأفراد، فقراء وأغنياء، ليسوا بمنأى عن أنياب الجوع ونقص في السلع وفقدان لبعضها. ومن أتاه الله الحكمة يعرف أن ما بين طرفة عين وانتباهتها قد يغير الله من حال إلى حال. فخشوشنوا وعودوا أنفسكم وأولادكم على الحياة الخشنة والابتعاد عن الإسراف والتبذير في التنعم بما وهبكم الله، فإن النعم لا تدوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن تذكروا في الوقت نفسه أنكم ستسألن يومئذ عن النعيم. والله يحفظكم ويحفظ غيركم.